خير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفه جديده على قناتي شهوات متنوعه. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اكله سريعه كتوجد في 10 ديال الدقائق وكتجي خفيفه ولذيذه فهاد الصيف. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا اللايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده للجميع، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. قادر غادي نحتاجو عندي 4 ديال الدنجالات اللي سبق ليا وقطعتهم مكعبات على هذا الشكل، جوج فلفلات. انا اختاريت ندير الفلفله الحاره، الا بغيتو انكم تعوضوها بالفلفله الحلوه كيبقى لكم الاختيار. قطعتهم قطع صغيره على هذا الشكل، 3 ديال المطيشات مقطعين قطع صغيره، جوج معالق كبار ديال القزبور والمعدنوس هو قطعته رقيق، يعني درت معلقه كبيره ديال المعدنوس ومعلقه كبيره ديال القزبر. عندي جوج فصوص ديال الثومه محكوكين وجوج فصوص ديال الثومه خليتهم صحاح. عندي 4 كاس ديال زيت الزيتون، عبرت بالكاس ديال العنبه. عندي نص حامضه مصيره حتى هي قطعتها قطع صغيره، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، معلقه صغيره ديال الهريسه ممكن تستغنيو عليها لما كانش كيعجبكم الحر. عندي شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفله حمراء وشويه ديال المليحه. صافي دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. على بركه الله غادي ناخذ كوكوت وغادي ناخذ 4 كاس ديال زيت الزيتون، غادي ندير الدنجال اللي سبق ليا وقطعته. بالنسبه للكميه كتبقى اختياريه، كيف قلت لكم انا درت 4 ديال الدنجالات. غادي نزيد جوج فلفلات اللي سبق ليا وقطعتهم، غادي نزيد مطيشه، عندي هنا 3 ديال الحبات ديال المطيشه حتى هما مقطعين. كيف غادي تلاحظوا معايا الطريقه ساهله وما غاديش يطلب لنا بزاف ديال الوقت باش يطيب. عندي معلقه كبيره ديال المعدنوس ومعلقه كبيره ديال القزبر، غادي نزيد الحامض مصير، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، غادي نزيد جوج فصوص ديال الثومه اللي حكيتهم وجوج فصوص خليتهم صحاح. معلقه صغيره ديال الهريسه ممكن انكم تستغنيو عليها، انا صراحه هاد التهلوكه كتعجبني، اولا التكتوكه المغربيه كتعجبني بالحر كتجي لذيذه بزاف، يعني اللي ما كيبغيش الحر ممكن يستغني عليه. صافي وعندي هنا التوابل، شويه ديال الكمون وشويه ديال الفلفله الحمراء وشويه ديال الابزار شويه ديال المليحه. لاحظوا معايا من بعد ما زدت التوابل على المكونات اللي عندي كامله، من الاحسن انني ما نحركهاش، غادي نخليها كيف ما هي حتى طيب لينا الزعلوك عاد غادي نحركوها. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه راه عندها 10 ديال الدقائق كافيه انها باش طيب، غير على ما كتصفر الكوكوت كتكون واجده. حتى بالنسبه للدنجال راه كيطيب بواحد السرعه اللي كبيره كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للماء راه ما درتش الماء، يعني اكتفيت غير بربع كاس ديال زيت الزيتون. مطيشه راه كطلق لينا الماء ديالها، يعني لا داعي اننا نديروا الماء. صافي دابا غادي نشد عليها الكوكوت، غادي نخليها طيب على نار مهيله لمده ديال 10 ديال الدقائق غير على ما تصفر لينا الكوكوت، ومن بعد نرجعوا.
كما كتلاحظوا معايا، من بعد ما شديت على الكوكوط وخليتها 10 ديال الدقائق فوق نار هادئه، صافي دابا ها هو وجد ليا الزعلوك. غادي نبدا نحرك بهذه الطريقه هذه، وكيف ما كتلاحظوا معايا مطيشه والدنجال راهم طلقوا الماء ديالهم. صافي غادي نبدا نحرك بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتلاحظوا معايا، من بعد ما حركت التوابل مع المكونات اللي عندي كامله ومعكتها مزيان باش تولي زعلوك على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا، صافي دابا غادي نخليها تزيد تقلى شويه وعاد نرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. لاحظوا معايا من بعد ما خليت التكتوكه او الزعلوك حتى تقلى مزيان كيجي على هذا الشكل هذا، زينته بشويه ديال الزيتون الحار وطريفات ديال الحامض مصير. فعلا هاد الوصفه هذه كتجي غزاله بزاف ولذيذه، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساوش الاشتراك في القناه وديروا جيم للفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى. مع السلامه، باي باي.